لا يزال الجدل قائما في معركة الدستور التي تخوضها البلدان العربية التي طالتها رياح التغيير، سوريا على رأس القائمة، حيث بلغ الخلاف أشده في معركة الدستور. فريق يسعى للنص على الشريعة في الدستور وفريق آخر يريده دستورا علمانيا. فما علاقة الأديان بالدستور والدولة في عصر المواطنة؟ ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور محمد المختار الشنقيطي، أستاذ الفكر السياسي في جامعة قطر. الشنقيطي حاصل على إجازة في حفظ القرآن الكريم، بكالوريوس في الفقه والأصول، حائز أيضا على بكالوريوس في الترجمة العربية والإنجليزية والفرنسية، إضافة لماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كولومبيا الجنوبية. حصل الدكتور محمد أيضا على ماجستير ودكتوراه في تاريخ الأديان من جامعة تكساس بالولايات المتحدة، درس في جامعات عربية وأمريكية، وهو مهتم بفلسفة الأديان والفلسفة السياسية والقضايا الاستراتيجية. من أبرز كتبه الصادرة باللغة العربية: الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية، الخلافات السياسية بين الصحابة. من أبرز كتبه الصادرة باللغة الإنجليزية: أثر الحروب الصليبية على العلاقات السنية والشيعية، وهي رسالة دكتوراه. كتابه أيضا الجهاد الدفاعي، أسلمة الأتراك وتتريك الإسلام. ترجمت جل كتبه إلى اللغة التركية، كما ترجم بعضها إلى الإنجليزية والفرنسية والفارسية والكردية والأوردو وغيرها من اللغات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأكارم، يسعدني أن أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الإسلام والعصر، كما يسعدني أيضا أن أرحب بضيفنا الدكتور محمد مختار الشنقيطي. مرحبا بكم دكتور محمد بداية. أهلا وسهلا، حياكم الله أخي الكريم. حياكم الله دكتور محمد. بداية بالحديث عن كتابة الدستور، ما علاقة الدين والدستور بالدولة في عصر المواطنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا أخي الكريم، وتحية لك ولمشاهدي حلب اليوم. طبعا علاقة الدين بالدستور هي علاقة كل القيم الثقافية والاجتماعية في أي أمة من الأمم بدستور تلك الأمم. العلماء المتخصصون في صياغة الدساتير يقسمون الدستور إلى قسمين، أو بعضهم على الأقل، قسم يسمونه الشق الكثيف من الدستور، وقسم يسمونه الشق الخفيف من الدستور، أو بالإنجليزية يقولوا thick part of the constitution thin part of the constitution. أما القسم الكثيف فيقصدون به ما يتضمن القيم العليا وهوية المجتمع وتاريخ المجتمع ودينه ولغته إلى آخره. هذا الشق من الدستور المتعلق بالمبادئ الكبرى، سواء كانت إعلان حقوق كلية أو كانت إحالات إلى الخلفية الدينية والثقافية والقيمية في المجتمع، هذا يسمونه الشق الكثيف. الشق الخفيف من الدستور هو الجانب الإجرائي الذي يفصل أنماط السلطات والعلاقات بين السلطات والتفاصيل الفنية الإجرائية القانونية البحتة. لذلك في كل دستور من دساتير الدنيا يوجد هذا الشق الكثيف الذي يتضمن شيئا عن عقائد المجتمع وتاريخه وغاياته ولغته وهويته. في أغلب دساتير دول العالم يوجد هذا، ولذلك حتى في عصر المواطنة لا يمكن أن يتخلى الناس عن هوياتهم وعقائدهم، بل العكس، في المجتمعات الديمقراطية يملك المجتمع فرصة أكبر للتعبير عن ذاته ولتحويل منظومة عقائده وقيمه إلى مؤسسات وإجراءات. دكتور، بجولة سريعة على التاريخ، كيف كانت طبيعة يعني الدساتير أو الأديان في الدساتير تاريخيا؟ تاريخيا طبعا هنالك لبس شائع للأسف في الثقافة العربية اليوم حول هذا الموضوع. يعني كثير من الناس يظن أن قضية إشكالية الدين والدولة أو الدين والدستور هي إشكالية إسلامية بحتة، وأن الأمم الأخرى تجاوزت هذا الموضوع، وهذا مجرد
للأسف انطباع مبني على جهل أو نقص في الاستقراء لقضايا الدين في دساتير دول العالم. وهذا الموضوع أنا حقيقة اهتممت به في السنوات الأخيرة حتى جمعت كل كلمة تتعلق بالدين في كل دساتير دول العالم، حوالي 190 دولة. جمعت كل ما يتعلق بالدين من مواد في هذه الدساتير في ملف واحد، وساعدني في ذلك وجود الآن وجود بعض بيانات المعلومات أو قواعد المعلومات التي تجمع كل دساتير العالم في ملف واحد مثلا أو على موقع واحد باللغة الإنجليزية، كما هو حال مشروع Comparative Constitution Project مثلا في الولايات المتحدة. عموما الدين موجود في الدساتير منذ أن وجدت دساتير. أقدم الديمقراطيات المعاصرة هي الديمقراطية الإنجليزية حينما تحولت الملكية المطلقة ملكية دستورية عام 1688. ومع ذلك فإن الدستور الإنجليزي أو النصوص، ليس دستور، ليس نصا واحدا وإنما مجموعة نصوص كثيرة تشكل القاعدة الدستورية البريطانية، فإن فيها طبعا أن الملكة هي حامية العقيدة، هي رئيس الكنيسة، هي التي تعين أسقف كانتربري يعني رئيس أساقفة بريطانيا، هي تعين بعض من أعضاء مجلس اللوردات، وطبعا هذا كله صلاحيات ذات صبغة دينية غايتها المحافظة على هوية المجتمع. وهكذا في أغلب دساتير العالم يوجد إما تبني صريح لديانة الأغلبية أو ترك الموضوع لقوانين، والقوانين هذه قوانين الدولة نفسها فيها أيضا نوع من التحيز لديانة الأغلبية. وأعتقد أن هذا هو مقتضى العدالة التوزيعية بين الأقليات والأغلبيات في أي دولة ديمقراطية. طبيعة الديمقراطية أنها لا تستطيع أن توفق بين الجميع وتعترف بالاختلاف، ولكنها في نهاية المطاف لديها آليات لحسم الخلاف ومنها آلية الأغلبية. دكتور محمد، هذا يقودنا إلى سؤال آخر، هل جميع الأديان متساوية في اتساعها لحركة الحياة ومواكبة العصر ومتطلباته؟ هذا سؤال مهم جدا، وهذا من الموضوعات التي أنا دائما أريد أن أثير أهمية ضرورة الانتباه لها في مناقشة قضايا الدين والدولة والدين والدستور. بحكم خلفيتي كمتخصص في تاريخ الأديان وفلسفة الدين، أعتقد أن من الحيف أن يتناول الباحثون لقضايا الدين والدولة أو الدين والدستور أن يتناولوا كل الأديان بلغة تعميمية واحدة، وكأن كل الأديان ذات بنية واحدة موحدة متشابهة، وهذا نقيض ما يعرفه ما هو معروف من البديهيات في فلسفة الدين وفي تاريخ الأديان. علماء فلسفة الدين يقولون إن أي ظاهرة لكي تسمى دينا تحتاج إلى ثلاثة مكونات هي الحد الأدنى في أي دين. هذه المكونات الثلاثة هي عقائد وشعائر وقصة كونية، يعني قصة تحكي أصل الإنسان ومصيره وأصل الكون ومصيره. كل الأديان فيها هذه العناصر الثلاث، لكن هذا هو الحد الأدنى. فهنالك الديانات الحد الأدنى التي لا تزيد على هذا، ليست فيها حتى منظومة أخلاقية، ولا فيها حلال وحرام ولا فيها شيء، فيها عقائد وفيها شعائر وفيها تلك القصة الكونية التي تعطي المعنى ومغزى لتشرح معنى الحياة ومغزى الوجود. لكن ديانات الحد الأدنى ليست هي كل الديانات، هنالك ديانات فيها هذه العناصر الثلاثة وفيها ما هو أكثر، يعني ممكن نقول هنالك ديانات الحد الأوسط. الديانة المسيحية والبوذية مثلا من ديانات الحد الأوسط، فيها عقائد وشعائر وقصة كونية وفيها منظومة أخلاقية أيضا، لكن ليس فيها تشريع. مثلا المسيحية ليس فيها أي شيء يتعلق بالتشريع، المسيح عليه السلام لم يأتي بشريعة ولا جاء بمنظومة سياسية، بعث ضمن سياق دولة قائمة هي الدولة الرومانية، ولم يقم دولة ولا دعا إلى إقامة الدولة، وجاء والمجتمع يحكمه القانون الروماني ولم يأتي بالتشريع، وإنما استمر القانون الروماني هو الذي يحكم المجتمعات المسيحية خصوصا المسيحية الغربية طيلة التاريخ المسيحي إلى العصر الحديث، خصوصا مدونة الإمبراطور جاستينيان. فلذلك
المسيحية ليس فيها قانون، لا يوجد شيء اسمه قانون مسيحي. البوذية ليس فيها قانون، لا يوجد شيء اسمه القانون البوذي. الفرق بين هذا وبين ديانات الحد الأعلى، ديانات الحد الأعلى حقيقة هي يمثلها الإسلام بالأساس، وهي الديانات التي تشمل عقائد وشعائر وقصة كونية ومنظومة أخلاقية ومنظومة تشريعية وقيم سياسية واجتماعية واقتصادية إلى آخره، بمعنى أنها تغطي كل جوانب الحياة. الديانة الإسلامية، الدين الإسلامي جعله الله خاتم الرسالات، ولذلك جعله شاملا لحركة الحياة، وجعله يملك مقومات البقاء، فهي رسالة شاملة ودائمة، بينما كل الرسالات السابقة حتى الرسالات السماوية هي رسالات جزئية وظرفية. فكل نبي من الأنبياء يأتي ليعالج، طبعا يدعو الناس إلى التوحيد، ولكن ليعالج جزئية محددة. لو قرأنا سورة الشعراء مثلا نجد كل الأنبياء الذين ذكروا فيها يدعون إلى عقيدة واحدة، أن اعبدوا الله وأطيعون، ثم بعد ذلك يختلف البرنامج العملي لأنه جاء لإصلاح جزء محدد من حركة الحياة. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، أتأتون الذكران من العالمين، أتبنون بكل ريع آية تعبثون، إلى آخر البرنامج العملي الذي يختلف فيه الأنبياء، لكنهم يتفقون على أصل العقيدة. ولا تتوسع رسالاتهم لتشمل كل جوانب الحياة، وإنما بعضها كان إصلاحا اجتماعيا وبعضها كان إصلاحا اقتصاديا وبعضها كان إصلاحا سياسيا، حتى مثل موسى عليه السلام مثلا. وهنا أذكر بأن الديانات السامية، أي ديانات الأنبياء من ولد إبراهيم عليه السلام، هي ديانات بطبيعتها ديانات سياسية باستثناء واحد، هو الديانة المسيحية. ولذلك نقرأ في القرآن الكريم: ولقد آتينا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فلقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. كما نقرأ عن داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وهو من أنبياء الديانات السامية أو الإبراهيمية. وطبعا يوسف عليه السلام انشغل بالسياسة وقال اجعلني على خزائن الأرض. موسى عليه السلام قاد حركة تحريرية سياسية لشعب مضطهد، وكانت ديانته ذات طابع سياسي وحتى عسكري إلى آخره. وهذا أمر بالمناسبة يتفق فيه العهد القديم والقرآن الكريم. يعني لو قرأنا كتاب الملوك من العهد القديم نجد أن الأمر واضح جدا، وأن الكثير من الأنبياء كانوا يمارسون السياسة وكانوا ملوكا في الديانات السامية تحديدا. وربما هذا أيضا ما أشار إليه الحديث النبوي في الصحيحين: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي جاء نبي من بعده وإنه لا نبي بعدي. جميل دكتور محمد، لو تسمح لنا بفاصل ثم نواصل حديثنا معكم. السياسيين في الوقت ذاته. فاصل أعزائي المشاهدين، فاصل، فابقوا معنا وانتظرونا. نبحث، نجول، نتحقق من القضايا والمشاكل التي يعاني منها المواطن، نضعها على طاولة أصحاب القرار ونسائلهم بحثاً عن حل. قضية جديدة من قضاياكم تأتيكم أسبوعياً، معي أنا محدثكم علاء الشريف. أهلا بكم مشاهدينا في القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم الإسلام والعصر. نرحب من جديد بضيفنا الدكتور محمد المختار الشنقيطي. مرحبا بكم دكتور محمد. تحدثت في نهاية القسم الأول أن هناك ديانات الحد الأعلى وديانات الحد الأوسط وديانات الحد الأدنى، وتحدثت أيضا أن هناك ديانات ليس فيها تشريع. إذن كيف نحفظ حقوق أبناء هذه الديانات في الدستور؟ هذا أمر سهل، خصوصا في المجتمعات المسلمة. نحن لدينا تاريخ طويل من التعايش مع أقليات غير مسلمة وجماعات غير مسلمة في الحضارة الإسلامية، وتقاليدنا التاريخية تعين على هذا. يعني
العالم الإسلامي، تاريخ الحضارة الإسلامية لم يعرف فكرة النقاء الديني والنقاء العرقي التي سادت في أوروبا خلال تاريخها الوسيط وحتى بعض تاريخها المعاصر، وإنما كان المجتمع الإسلامي دائماً مجتمعاً سمحاً فيه مرونة لأتباع الديانات الأخرى، وساعد على ذلك أن الأمر هو قضية مبدئية يحميها النص الشرعي نفسه في قول الله تعالى لا إكراه في الدين، وفي السنة النبوية في التعامل مع أهل الكتاب وغيرهم من أهل الديانات الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً سنوا بهم سنة أهل الكتاب مثل المجوس وغيرهم. ولذلك حقيقة يعني أنا أعتقد أن هذا التراث التاريخي المهم كل ما نحتاجه اليوم هو أن نعيد صياغته في سياق دولة المواطنة المعاصرة. صحيح أنه الدولة القديمة كان فيها اختلاف في الواجبات واختلاف في الحقوق، يعني المسلمون كان عليهم واجبات أكبر، لديهم عليهم واجبات أكبر ولديهم حقوق أكبر في تاريخ الإمبراطوريات الإسلامية المتعاقبة، وكان على غير المسلمين حقوق أقل، لديهم حقوق أقل وعليهم واجبات أقل مقابل ذلك، مثلا ليسوا مطالبين بالقتال مقابل أن يدفعوا الجزية إلى آخره، وهذا كان نوعا من تحقيق العدل في سياق عالم الإمبراطورية، وهي قضية منصفة في السياقات التاريخية القديمة، وإن كان طبعا الأمر لم يعد واردا اليوم التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات. مع ذلك التشريع الإسلامي متسع لقضية تحقيق المواطنة القائمة على المساواة بين الحقوق والواجبات، إنما أنا أريد أن أقول إن للأسف بعض المثقفين العرب العلمانيين يركزون على حقوق الأقليات ويهدرون حقوق الأكثريات، وهذا يناقض جوهر الفكرة الديمقراطية. فالديمقراطية حقيقة هي تراعي حقوق الأكثريات وحقوق الأقليات، وإذا وقع التعارض فالرجحان دائما للأكثرية. أما لو أردنا أن ننظر المثال على هذا، فحقيقة من خلال استقرائي لقضايا الدين في الدساتير، دول كثيرة غير مسلمة دساتيرها تنص على ديانة رسمية للدولة، مثلا الديانة الكاثوليكية أو المذهب المسيحي الكاثوليكي منصوص عليه ديانة رسمية في العديد من دول أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين وغيرها، منصوص عليه في مالطا، منصوص عليه في عدة دول، حتى بعض دول أوروبا الشمالية والغربية التي هي من أعرق الديمقراطيات بعضها لديه ديانات رسمية مسيحية، وليست فقط مسيحية وإنما مذهب محدد من المسيحية، مثلا المسيحية الإنجيلية اللوثرية هي الديانة الرسمية في الدنمارك وفي السويد وفي النرويج، والملك تنص دساتير هذه الدول أنه لا بد أن يكون مسيحيا إنجيليا لوثريا بالتحديد، والديانة والمذهب المسيحي الأرثوذكسي منصوص عليه ديانة رسمية في عدد من دول أوروبا الشرقية ومنها اليونان ومنها بلغاريا، والبوذية منصوص عليها ديانة رسمية في عدد من دول آسيا مثل كمبوديا مثلا وسريلانكا وعدد من دول آسيا، وهي دول ديمقراطية بالمناسبة. ولذلك يعني وليس فقط في الدساتير، حتى ما ليس منصوصا في الدساتير يوجد في قوانين تفصيلية ويوجد في السياسة. دكتور محمد عذرا على المقاطعة، إنصاف الأكثريات وإنصاف الأقليات. نعم دكتور محمد، حذرت في محاضرة سابقة لك من تقديم أي تنازلات فيما وصفتها بمعركة الدستور، هل المشكلة في الدستور أم في تطبيق الدستور؟ المشكلة فيهما معا، المشكلة في الدستور وفي تطبيق الدستور، لأن طبيعة السوابق الدستورية، وهذا درس مهم في التاريخ، طبيعة السوابق الدستورية أنها من الصعب جدا تغييرها، يعني لو قبلت أن ينص في الدستور على العلمانية في سوريا غدا فقد تحتاج إلى 100 عام من أجل أن تغير هذه السابقة. وتركيا مثال واضح على هذا، حينما فرض أتاتورك النص على العلمانية في تركيا ضد إرادة شعب غالبيته مسلمة، لا يزال الأتراك إلى اليوم يصارعون من أجل هذا الموضوع المفروض عليهم، رغم أنه لم يعد يمثل المجتمع من قريب ولا من بعيد، واضطروا أنهم يؤولون العلمانية ويفسرونها تفسيرا إسلاميا حتى يتركوا فرصة للمجتمع للتعبير عن ذاته. وبالمناسبة في سوريا هذا الجدل ليس جديدا، أنا قرأت أيضا في تاريخ الدستور السوري والدول العربية الأخرى، سواء في الدستور مشروع الملكية في سوريا 1918-1916 أو المشروع الفرنسي انتداب الفرنسي 1929 أو
دساتير الخمسينات أو دساتير السبعينات، طرحت دائما قضية محاولة أن لا ينص على الإسلام ديانة رسمية وأن لا ينص على التشريع الإسلامي، واعترض على ذلك جماعات بعضها دينية مسيحية وبعضها لا دينية علمانية. ولا مع ذلك الأغلبية وبكل احترام وبنقاش مفتوح يعني في النهاية اضطر الجميع لاحترام الأغلبية. صحيح أن النص من غير تطبيق هو شيء قاصر، ولكن مع ذلك المكاسب الرمزية في مجال الدستوري هي ليست رمزية فقط، وإنما هي مهمة وهي سوابق يبنى عليها. وطبعا نحن بعد الثورات العربية نعرف أنه إذا سقط الاستبداد الدساتير ستكون دساتير حقيقية مطبقة ولن تكون دساتير من ورق. ولهذا المعركة الحقيقية هي معركة الدستور في حقيقة الأمر. وبالضبط أنا أحذر من أي تنازلات في موضوع الإسلام استغلالا لضعف المجتمع وتمزقه ونفوذ القوة الدولية، لأن ذلك سيؤسس لسوابق سيكون من العسير التراجع عنها مستقبلا، وستكون محرجة وستكون مشاريع انفجارية في المستقبل أيضا، بحيث أن النظام السياسي الذي لا يعكس توازن الحقيقي داخل المجتمع ولا يعبر عن وجدان المجتمع فإنه ليس نظاما مستقرا، ويعيد الدولة مرة أخرى إلى عدم الاستقرار من جديد. جميل. لكن دكتور، هذه الدعوة لخوض معركة الدستور كما تصفها ألا تخلق انقساما جديدا في الشارع العربي والشارع الثائر على وجه التحديد في ظل واقع مثقل؟ الشعوب الآن مثقلة بالحروب، مثقلة بالانقسامات، مثقلة بالضغوط الدولية التي تمارس عليها. الانقسام موجود، لو لم يكن موجودا ما كانت هنالك ثورات أصلا. وغاية الثورات هي أن يعبر هذا المجتمع عن إرادته، ليس فقط إرادته السياسية وإنما إرادته الثقافية والقيمية. أي نظام سياسي لا يعبر عن منظومة قيم المجتمع وإرادته الثقافية فإنه ليس نظاما سياسيا حرا. وبالتالي حقيقة نحن أنا لا أخشى من الانقسام، لأن الانقسام موجود أصلا. لكن واجب الثوار وواجب المعارضين الصادقين في الإصلاح السياسي وبناء الديمقراطية أن يديروا هذا الخلاف وهذا الانقسام بطريقة ديمقراطية. فنحتاج أن نعود نفسنا على أن ندير الانقسامات والخلافات بطريقة ديمقراطية. أما الانقسامات والخلافات فستظل موجودة وكانت موجودة، وأشد الديمقراطيات حرية هي ليست مجتمعات منسجمة وإنما مجتمعات منقسمة دينيا وأيديولوجيا، ولكنها لديها آليات لحل الخلافات بطريقة ديمقراطية. هذا الذي نطمح إليه. أما التلفيق وتجميع الناس على ما يكرهون فإنه ليس حلا على المدى البعيد. أنا طبعا أقدر تماما حرص الثوار في سوريا وفي غيرها على جمع الكلمة وبناء جبهة عريضة ضد الاستبداد، ولكن أحذرهم أيضا بأنهم إذا قبلوا حلولا تلفيقية ضد إرادة غالبية المجتمع فإنهم يبنون نظاما سياسيا هشيا وليس قابلا للبقاء على المدى البعيد، وبالتالي يرحلون المشكلات ويؤجلونها بدلا من حلها بكل صراحة وبكل نزاهة. في بداية الخمسينات كان هناك جدل رائع بين الدكتور مصطفى السباعي والإسلاميين في سوريا مع قيادات مسيحية مثقفة محترمة حول قضية الإسلام في الدستور، وكان هناك شد وجذب وكان هناك أحيانا مقاطعة، ومع ذلك استطاعوا بحس مدني أن يتفقوا على النصوص وأن يراعوا خصوصية المجتمع السوري كمجتمع عربي لغالبية مسلمة. وليس هذا بدعا، كل المجتمعات العربية كل الدساتير العربية تنص على الإسلام ديانة رسمية ومصدرا للتشريع باستثناء لبنان بحكم تركيبته الخاصة، وجل دول العالم الإسلامي هي كذلك. والدول بالمناسبة دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تنص على العلمانية في دساتيرها هي باستثناء تركيا هي نوعان من الدول، إما دول كانت مستعمرات فرنسية وفرضت عليها العلمانية الفرنسية كما هو حال دول في غرب إفريقيا السنغال ومالي وغيرها، أو دول كانت جزء من الاتحاد السوفيتي السابق فبحكم النظام الشيوعي أيضا فرضت عليها العلمانية. أما الدول التي تطورت سياسيا بشكل أكثر سماحة بعيدا عن العلمانية القسرية الفرنسية والشيوعي السوفيتية فكلها تنص على الإسلام في دساتيرها.
جميل دكتور محمد، دهمنا الوقت باختصار لو تكرمتم. كيف نخرج من هذه الحالة؟ هناك ثوار يريدون الحفاظ على هوية الشعب، لديهم مطالب وهذا حقهم، وهناك أيضا فئات أخرى في المجتمع وديانات أخرى تطالب بحقها. البعض يقترح العلمانية، أليست العلمانية، أليس من الممكن أن تكون العلمانية حلا ممكن في سوريا أو في غيرها؟ العلمانية في العالم الإسلامي هي مشكلة وليست حلا، لأنها ضد الإرادة الشعبية. كل ما هو ضد الإرادة الشعبية لا يمكن أن يبني نظاما ديمقراطيا. حتى الدول الغربية ليست كلها، لا تنص دساتيرها كلها على العلمانية، وبعضها لديه ديانات رسمية. فهل نحن عاجزون عن بناء ديمقراطية مثلا؟ هل نريد أن نبني ديمقراطية أحسن من ديمقراطية النرويج والسويد والدنمارك؟ هذه دول ديمقراطية ومع ذلك تنص لديها ديانات رسمية. هل نريد ديمقراطية؟ يعني نحن لن تكون ديمقراطيتنا أفضل من هذه الديمقراطيات العريقة. هي إذا أراد الناس أن يبنوا نظاما ديمقراطيا فلا بد أن يراعوا مزاج المجتمع، المزاج الثقافي والقيم في المجتمع، وإلا في النظام لن يكون نظاما ديمقراطيا. العلمانية هي الحل في المجتمعات العلمانية، أي المجتمعات التي تخلت عن الدين، لكنها مشكلة في المجتمعات غير العلمانية. جميل جميل دكتور محمد، اسمح لي أن أختم هذه الحلقة، للأسف انتهى وقت حلقتنا لهذا اليوم. هناك مواضيع أخرى وسنغوص أكثر في تفاصيل هذا الموضوع معكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نشكركم دكتور محمد على حضوركم معنا في هذا اللقاء، كما نشكركم أيضا مشاهدين على حسن متابعتكم وإصغائكم. نذكركم أننا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم من خلال المنصات الظاهرة على الشاشة أمامكم. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.